صباح الخير ورمضان كريم. رح نحكي اليوم عن أهم المشاكل اللي ممكن يعاني منها الصائم بشهر رمضان الكريم، واللي هي التعصيب أثناء الصيام. هلا معروف برمضان إنه هو شهر المحبة والتسامح والرواء مع الإنسان بحد ذاته، بس بنلاحظ إنه ببعض الأحيان بتصير الموضوع عكسي. بتلاقي الصائم عم يقول لك أنا معصب بدني الصيام. إذا ما نحكي شو أهم أسباب حدوث التعصيب ووجع الرأس والصداع بشهر رمضان، هي صراحة الصيام بحد ذاته ما له علاقة بالموضوع. الموضوع له علاقة بعادات خاطئة أو عادات سيئة بيتبعها المريض أو الصائم قبل شهر رمضان، وهي تناول الكافيين والتدخين، يعني المدخن والقهوة. بيجي على شهر رمضان بيصير انقطاع مفاجئ لموضوع القهوة والتدخين، بيصير معه فترات من التعصيب. صراحة هذا الموضوع بده فترة لحتى يصير تنازل السحب، نحن بنسميه انه انسحبت المادتين من الجسم. فالافضل لان هذا بيحتاج احيانا 10 ايام لحتى الصائم ياخذ على الوضع الجديد. فاذا بدنا نحن نبلش شهر رمضان ونحن رايقين بدون تعصيب بدون صداعات بدون مشاكل، فالافضل نحن نبلش من قبل شهر رمضان نحضر نفسنا لهذا الشيء. فالناس اللي بيتناولوا قهوه كثير ومدخنين يفضل انه قبل الشهر الكريم يبلشوا يخففوا هاي العادات شوي شوي، مشان ما يصير في انقطاع مفاجئ للسير الكافيين والتدخين.